سي سامي. سي سامي. سي سامي راس شهر توا وعندك انفونتير خويا شحضرت لي عاش ولدي. عطلونا جماعة القباضة سي عبد الله ما تلعب. عطلوك جماعة القباضة انفونتير وعطلوك جماعة القباضة عيط لي سي خالد عاش ولدي عايط. هذا معظمين. عرضت مساء أمس مسرحية خرج هبلة إلي فيك لمخرج ريم وسفارة في دار مهرجان كارتس التي يقام بفضل كارمن من 18 إلى 23 مارس الجاري. المسرحية دي بديت في شهر نوفمبر، بديت بحلمة صغيرة وفيت بديت تكبر بشوية بشوية وبدينا نكونوا فيها بشوية بشوية حتى لين وصلت تلامذة باش وقفوا على الركح والأول مرة نعرضوا بها في ركح مع الجمهور. هي النص من كتابة الطلبة الكل تاع الماجستير، الماجستير اللي أنا نأطر فيهم من أول العام، وبعد تبركل عليهم أنا خرجت المسرحية، وبعد تبركل عليهم أبدعوا. الدور نتاعي انا اللي هو المهبول اللي هبل من الفن وهبل من نظرة العباد، اللي هو معناتها شاف الضغط نتاع الناس وكيفاش تعمل في الفن هذا وكيفاش تغني ولبسه وممطون، فهمتني الدنجري وكذا. الرول نتاعي معناتها تمثل في اللي انا نكون نجسد الفكاهة في القصة الكل والشون اللي انا نغني معناتها مع انا عندي دو رول البايره ورول اللي ولدي مات في حرقه به. هما زوز يعني مختلفين على بعضهم، اما انا عشتهم معناها فرحانه بالاداء اللي عملته وفرحانه بالعرض الكل، فرحانه باصحابي وباللونسيونت نتاعنا مدام ريم كمون اللي عاونتنا برشا على الحكايه هذه. بعد عرضها امام جمهور مهرجان كارتس يعمل اصحاب مسرحيه خرج هبلة إلي فيك ان يبقى عملهم عالقا بالذاكره متابعي المسرح بتونس. كمال عويش، تونس.